ما يقارب 70 مليارات كيس تستهلكه الجزائر سنوياً، رقم جعلها ضمن البلدان 5 الأكثر استعمالاً للأكياس البلاستيكية في العالم، أرقام يترجمها الواقع. ففي جولة خاطفة لأحد الأسواق الشعبية بالعاصمة تلتمس الإقبال الكبير عليها، اقتربنا من الباعة للوقوف على هذه الظاهرة، فكانت الإجابة: أنا عندي شاك جور نكونسومي خمسة تاع 500 ساشي. كما نويت نجي للمارشي ما نجيبش قفة، نديرها في الكرطاب، نديرها في سمو كي نويت. وعلى الساشيات اللي قلتي البيوضة جاب لي ربي غاليين على الكحولة، وهنا هنا سمو التاجر يحب يربح، هنا وكان زايدة أن دينار ما يشريهمش. فيما يخص الأكياس المطبوعة أو الصحية، يعني مرت مرور الكرام في التلفزة تقريبا، تقدري تقولي إشهار ما لا وجود لها من الأصل، أين هي؟ مشاريع قوانين وضعت لمنع استعمالها خاصة السوداء منها، وحملات مختلفة للتوجه إلى الأكياس الصديقة للبيئة، إلا أنها لا تزال في انتشار واسع. إذا ما عرفش مخاطر هذه الأكياس، وإذا ما حببناش ليه هذه البدائل، وما عطيناش معلومة، لا ننتظر من تلقائي نفسه: يا أخي الكريم ها كيس بيئي صديق للبيئة ب 20 دينار وخلي كيس بلاستيك. نقول لك هذا واش راح نزيد نخسر من عندي؟ لأننا لم نقم بواجبنا، نقولها بصريح العبارة. ولأن الترويج ولأن ذكر المخاطر لم يكن بالقدر الكافي. سليم من بين التجار الذين تجاوبوا مع هذه الحملات التحسيسية وفضلوا التعامل بالأكياس الصديقة للبيئة. وهذه الاكياس هذو ما اسمها سي اليمونتير كما نقولوا، سي ان برودوي تريتي، ما يهلكش المشتري ولا لافيوند ولا. وثاني حاجه الاكياس هذو ما يقدروا يتريسيكلاو. مصالح وزارة البيئة اعتبرت أن مسؤولية القضاء على هذه الأكياس مسؤولية جماعية، والتخلص منها يكون بالتدريج. كاين إجراء اتخذ لرفع من قيمة الرسم على الأكياس البلاستيكية المنتجة محلياً، المنتجة عندنا كانت في السابق 4 دنانير للكيلوغرام الواحد، أصبحت عن طريق القانون المالية ل 2018 40 دينار للكيلوغرام الواحد، يعني سقف الرسم هذا رفع، وذلك بالطبع الهدف المرجى هو التقليص من استعمال هذه الأكياس البلاستيكية. أكياس مضرة بالبيئة وصحة المستهلك، منتشر استعمالها رغم كل الحملات التحسيسية التي لم تؤتي بثمارها، في ظل غياب رقابة حقيقية تمنع استعمال هكذا أكياس.